صباح الخير عليكم كل متابعي اليوم السابع في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من تلفزيون اليوم السابع. قررت نيابة مركز الوسطى شمال محافظة بني سويف بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها، وكذلك حبس صديقها الذي شارك في الحادث أيضا 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة اللي شهدتها قرية أبو صير الملك التابعة لمركز الوسطى شمال محافظة بني سويف خلال الأيام الماضية. بداية الواقعة متابعينا متابعي اليوم السابع بتعود إلى تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، اختار من مركز شرطة الوسطى بيفيد إن أحد الأشخاص تقدم ببلاغ لمركز شرطة الوسطى بيفيد باختفاء اختفاء شقيقه، وكذلك اختفاء الزوجة وعدم ردها على التليفون. في ذات الوقت ايضا تم العثور على جثمان الزوج موجود داخل شوال في احد مقابر قرية العلالمة التابعة لمركز بني سويف. بعد العثور عليه تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى، وتم انتداب الطب الشرعي اللي قال ان يوجد بعض الكدمات، يعني المعاينة الاولية او المناظرة الاولية اكدت والكشف الظاهري اكد الى وجود بعض الخبطات على الرأس. في الوقت ده اختفت الزوجة واختفت اولادها الاربعة. التحريات اكدت ان الزوجة كان في شخص بيتردد عليها على المنزل، و تردد الشخص ده على المنزل كان في اليوم اللي اختفى فيه الزوج. تم تكثيف الجهود للبحث عن الزوجة والبحث عن صديقة والأطفال الأربعة، ومديرية أمن بني سويف توصلت إلى أن الزوجة وصديقة بصحبة الأولاد موجودين في إحدى الوحدات السكنية في محافظة الإسكندرية. انطلقت مأمورية من مديرية أمن بني سويف إلى هناك، وتم القبض على الزوجة وصديقة، وكان بحوزتهم الأولاد الأربعة. الزوجة اعترفت أنها قامت بقتل زوجها، واستعانت بصديقة اللي جه وحط الزوج في شوال وقام بنقله عبر سيارة إلى إلى مقابر قرية العلالمة في محافظة بني سويف، وبعدها اختفوا عن المشهد هنا في محافظة بني سويف. بعد تحرير المحضر تم عرضهما على جهات التحقيق اللي بشرت التحقيق، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات في تلك الواقعة. حابب أقول لحضراتكم إن حالة من الحزن الشديد، انتابت قرية إيمن العروس بعد وفاة الزوج. وحابب أقول لكم برضو إن الزوج كان بيسكن مع زوجته في إحدى الوحدات السكنية في مدينة بني سويف منذ فترة، ومن 3 شهور انتقلوا إلى قرية إيمن العروس وقعدوا فيها الفترة دي في خلال ال3 شهور اللي فاتوا، وإن الزوج كان بيعمل فران وتنقل بين الوحدات أو المخابز داخل محافظة بني سويف، وانتقلوا إلى قرية إيمن العروس، إلا أن الزوجة تخلصت من زوجها بعد إنجابها 4 أطفال واستقرار حياتهم داخل قرية إيمن العروس. متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، احنا كنا في بث مباشر نقلنا ليكم في تفاصيل حبس سيدة ربة منزل 4 أيام لاتهامها بقتل زوجها وبمعاونة صديقها اللي أيضا جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام. من هنا من محافظة بني سويف متابعينا متابعي اليوم السابع، كنت أنا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع، والسلام عليكم ورحمة الله.